سيم مولاي الحسن ايت بالجاوي اللي هو مقدم شرفاء زاويه مولاي ابراهيم. مساء النور مولاي الحسن. اذا لا مساء الخير. مرحبا بك مولاي الحسن. نبغيو انك تقربنا من صوره عندك في مولاي ابراهيم، بالاخص انه عرفنا انها كانت من بين المناطق اللي فعلا حسات بثقل هذه الكارثه هذه. الو كنسمعوك. نعم لالا سمحي لي مع مرحبا 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 مولاي الحسن. نبغيك انك تقربنا من صوره عندك في مولاي ابراهيم. لالا اش غادي نقول لك، حاله مزريه بزاف. نعم الوضعيه مزريه كارثيه بكل مقاييس. البارح مع تقريبا 11 ديال الليل. نعم في ظرف واحد 16 ثانيه ما قدر ما شاء الله فعل. يعني الناس الغوات في الزقة، الطيور رابو. الناس اللي في الطيور خرجوا الزقة، خرجوا برا تيغوتوا. يعني واحد الحالة اللي مزرية، وكاين واحد الخسائر المادية بزاف في الطيور ديال الناس. واحد 70% ولا 80% ديال الطيور كاملها تشقات وغير صالحة باقي السكن. نعم طيب بالنسبه للوفيات، الوفيات تجمعنا واحد العدد تقريبا تاع واحد 30 من الحالات الوفاه 30 اجزائيا اللي كاينه. نعم الناس اللي مصابين راه مشاو لدار محمد السادس حنا ومحمد السادس في مراكش. نعم السلطات المحليه على قدم وساق، يعني اللي في جهدهم وساعطهم راه داروا خدامين على باتهم ساكن الصبغه المحليه، يعني كان الضوء مقطوع. اول حاجه بدا بها هذاك الكارثه هو الضوء تقطع. نعم يعني التليفون الريزو مشى تقطع، الماء تقطع، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. اولا الله يخليك كنخدم التعازي الامين المؤمنين جلاله الملك صاحب الجلاله راعي الامه الاسلاميه وراعي الشعب المغربي، لانه هو الاب الوحيد اللي حس بهذه الفجعه. نعم وبقلبه اعطى التعليمات الساميه لجميع الجهات باش يتآزروا مع 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 مع, مع الشعب، لانه الشعب كامل في محنه، ماشي غير اقليم الحوز، الشعب كامل الشعب المغربي كامل في محنه. نعم غير هي بالذات البلاصه اللي هي بزاف تضرات هي اقليم الحوز. نعم اقليم الحوز ومولاي ابراهيم. مولاي ابراهيم جا في واحد المنطقه جبليه في واحد المنحدر. نعم لدرجه انه الاكل ما كاينش، ما ياكلوا الناس ما كاينش. دابا المساعدات السي مولاي الحسن واش قدرت توصل للناس اللي متضررين من هذه الفاجعه هذه؟ لا هي المساعدات تقدر توصل ولكن مازال ما وصلت لحد الان، مازال ما كاين والو. الناس شنو خاصهم بالضبط؟ كاين تضامن ديال 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 الناس بيناتهم وما كيتضامن دابا حاليا. نعم وحنا كنقلبوا دابا حنا كنقلبوا على الخبز ما كاينش. ما كاينش فاس يفتح لنا وجينا لمراكش ما كاينش الخبز. يعني كاين واحد الخصاص، واحد النقص في الخصاص بزاف. دابا الناس الدراري الصغار ما لقيناش لهم فين بات البرح في البرد. باتوا في الهواء الطلق. وصعيب عليهم باش يزرعوا ثاني اليوم، يعني ما كاينش خزاين، ما كاينش. يعني المساعدات باقا ما وصلتش للساكنه ديال مولاي ابراهيم. المساعدات باقي ما وصلتش لساكنه مولاي ابراهيم، لم تمشي بلاصه اخرى العلم لله. واش السبب الطريق مقطوعه ولا غير باقي ما وصلتش وصافي؟ لا الطريقه مقطوعه، الطريقه مقطوعه البارح واحد ساعه ونص. ساعه ونص تقريبا ولاو السلطات المحليه اتصلوا جاو التراكس، جاو المسائل سيسرحوا الطريق وبنات المساعده كتوصل زومبلونس كيوصلوا بالليل. يعني الطريق مسرحه، المساعد باقي مازال ما كاين والو، زعما من شي جهه مسؤوله من جهه الدوله ولا شي حاجه مازال ما كايناش. كاين وحتى من القطاع الخاص، يعني الناس باقي ضامنين لحد الان بيناتهم، وراه اليوم غادي يباتوا باقي في البرد، اليوم باقي بايتين في البرد. وحنا حنا كشرفه وكمجتمع مدني كنطالبوا باسرائيل يحاولوا يطلعوا لنا الماؤنه والفراش الخزاين باش
يستافدوا الناس في هذا الوقت اللي محتاجين بزاف. ومنع عليهم باش يباتوا باش يباتوا باقي في الديور. دابا كلشي خايف. خايفين. سي مولاي الحسن. واش مازال كتحسوا ببعض الهزات الارضيه ولا الامور ولات عاديه وقفات ما بقاش دوك الهزات؟ لا الهزه الاخيره اللي كانت هو البارح تقريبا عاوتاني مع شي جوج حركت واحد شويه. كانت هزه اللي هي محسوسه ياك؟ كانت محسوسه ولكن بالنسبه للديور ديور غير مؤهلين باش يجيو يرجعوا لهم الناس لان كلشي مشقوقين بالديور. كان كاين ضرر بزاف ما يمكنش يسكنوا فيهم في اي وقت اي لحظه. دابا حنا كندوزوا من نص الشوارع باش نحكوا المساعدات للناس وتنقضوا الناس نقلبوا على الناس اللي يكون شي حد باقي في شي بلاصه ولا شي حاجه كنخافوا يطيحوا علينا الحيوط وكلشي مايل.